إنعاش سوق الفن في الجزائر وتثمين أعمال الفنانين التشكيليين عبر التسويق والترويج لها هو ما ترمي إليه المنصة الرقمية الجديدة لوحة بوينت زد التي أطلقتها وزارة الثقافة والفنون في إطار ديناميكية الاقتصاد الثقافي. خلق سوق حقيقية للفنان الجزائري، طبعا إظهارهم من خلال طبعا تنويع الفضاءات، فضاءات العرض، وأيضا من خلال هذه الفضاءات الإلكترونية اللي راح تمنح لهم الفرصة للبيع في الداخل وفي الخارج. لوحتي هي منصة رقمية لبيع اللوحات الفنية، إذا تشمل عديد الاختصاصات للفنون المرئية من النحت والرسم والفن الجرافيكي وغيرها. والجديد الذي ستضيفه هو فتح آفاق جديدة للفنانين التشكيليين لتسويق منتجاتهم الفنية. المنصة الإلكترونية فضاء يمنح فرصة لعشاق الفن التشكيلي لاقتناء أعمال فنية فريدة مع ضمان خدمة التوصيل المجاني، كما يتيح للفنان الجزائري الترويج لإنتاجه الإبداعي. أنا نظن البلاتفورم هذه on espère bien que راح تجيب لنا إضافة جديدة، وعلاش؟ لأنه راهي داخلة في مفهوم ما يسمى بالمنظومة الاقتصادية، يعني الجانب الثقافي لازم يفعل الاقتصاد، وبالتالي لابد علينا نستغلوا الطاقات الإبداعية. لوحة ديزاد فضاء رقمي يشكل تجربة رائدة في التسويق الإلكتروني للأعمال الفنية وهمزة وصل بين الفنان وجمهوره.